وتكلمت عن الفساد اللي كاين في الباط وخاصة في قسم التعمير. غنسول ثلاث أسئلة سيدي الرئيس فقط. لازم نسول وغادي نجاوب. هذا هو القانون. القانون هذا بالحق عندي اسئله هنايا 23 سؤال اللي قانوني خصني نجاوب عليها. القانون هو الذي يمنع ما من ان نتداول باي شيء الا الاسئله الكتابيه.